بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بالزميل العزيز محمد الديك. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك كابتن، واهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. ان شاء الله تبقى سهره كرويه سعيده يا رب، تبقى نهايه سعيده للسنه دي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. النادي الاهلي وتبقى يعني فرحه فرحتين ان شاء الله يا رب، ان شاء الله باذن الله. ايه الجديد اللي عندك النهارده يا كابتن؟ كل الصحافه الاماراتيه او المصريه بتتكلم على ان المباراه النهارده نهائي السوبر بين الفريق زي ما حضرتك اتكلمت وقلت بين الفريق الاكثر تتويجا باللقب والفريق اللي يشارك لاول مره في كاس السوبر. لكن برضو الناس تتكلم على ان المباراه صعبه، الفرقتين يدخلوا المباراه عندهم من عناصر الخبرات، يعني في بعض الصحفيين بيتكلموا ان الفرص اي نهائي بيخش الفرقتين 50-50. بيتكلم كمان على فكره مودرن فيوتشر قدم مباراه كويسه قدام بيراميدز، مباراه ماراثونيه واستطاع في النهايه بعد اكثر من 30 ضربه الجزاء ان هو يتاهل للنهائي. كمان بيتكلموا ان فكره مودرن فيوتشر بعد انضمام الكابتن علاء ميهوب ابن النادي الاهلي كمدير للكوره نقل خبراته وطالب اللعيبه ان هم يقدموا مباراه قويه جدا قدام النادي الاهلي. وكمان اكد ان النادي الاهلي دايما بيخش اي بطوله على اللقب والمركز الاول، وطلب اللعيبه ان هم يظهروا النهارده بشكل كويس ويكتبوا تاريخ جديد، خاصه ان هم نجحوا في التتويج باول لقب ليهم كاس الرابطه. نخش يا كابتن على طول في الصحافه الاماراتيه النهارده. الصحافه الاماراتيه بتتكلم تحديدا صحيفه الخليج ان السوبر الامارات او سوبر مصر بين الاهلي وفيوتشر، بيتكلموا ان النادي الاهلي صاحب اللقب 13 وعنده فرصه ان هو يوصل لرقم 14. زي ما حضرتك اتكلمت وقلت النادي الاهلي بيكسر الارقام القياسيه. النادي الاهلي النهارده لو ربنا ان شاء الله كلل تتويجه بالمباراه ان شاء الله النهارده هيوصل لرقم 14 صحيح. هيبقى ضعف انديه مصر كلها يا كابتن. لكن تتخيل الاهلي 14 ان شاء الله النهارده، الزمالك عنده 4، المقاولين عنده لقب، طلع الجيش عنده لقب، حرس الحدود عنده لقب، فباقي الانديه. خلي بالك انت بتتكلم على النسخه اللي احنا فيها دي، النادي الاهلي خد 14 مره ووصل كمان 3 مرات قبل كده. بالظبط بالظبط يا كابتن بالظبط. لا 4 مرات كمان، 17 مره من 20 مره بالظبط فاهم. ودي المره ال 18 اللي المره 18 بيلعب فيها النهائي بالظبط، والاهلي غاب بس 3 مرات مزبوط. لاسباب سواء لمشاركته في دوري ابطال افريقيا صحيح. او لعدم الاتفاق على الامور التسويقيه في البطوله. برضو من صحيفه الخليج لصحيفه البيان بتقول الكاس السوبر المصريه الاهلي لتعزيز رقمه القياسي وفيوتشر اللقب الاول. زي ما اتكلمنا وقلنا النادي الاهلي النهارده بيلعب ولديه 13 لقب من 17 مشاركه، فيوتشر بيبحث عن اللقب الاول في كاس السوبر لكن عنده لقب قبل كده اللي هو كاس رابطه الانديه. برضه صحيفه البيان بتتكلم على فكره القيمه التسويقيه لنهائي كاس السوبر، بتقول ان كاس السوبر النهارده القيمه بتاعته التسويقيه 40 مليون يورو، النادي الاهلي تحديدا 30 مليون فاصل 54 مليون يورو، مودرن فيوتشر 39.93 مليون يورو. وقالوا ان أليو ديانج اكتر لا 39 93 وكام 9 مليون فاصل 93 9 مليون بالظبط. وبيتكلموا ان أليو ديانج هو اغلى لاعب تسويقي قيمه تسويقيه في النادي الاهلي بقيمه تسويقيه 4.5 مليون يورو، بينما احمد رفعت اللي هو اللاعب المصاب في نادي فيوتشر 1.2 مليون يورو في القيمه التسويقيه. صحيفه الوطن بتتكلم برضو، صحيفه الوطن الاماراتيه بتتكلم ان النهارده نهائي السوبر اللي بيجمع بين فريق لديه 13 لقب ومودرن فيوتشر اللي بيظهر ويسعى للتتويج باول لقب ليه. وبيتكلم ان النهارده اللقب او المره السابعه اللي تستضيف فيها مدينه ابو ظبي الاماراتيه نهائي كاس السوبر بين الانديه المصريه. برضو من الصحافه الاماراتيه للصحافه المصريه نبدا في صحيفه الاهرام، الاهلي وفيوتشر في صراع على لقب كاس السوبر، ابناء الجزيره يريدون التتويج باللقب الاول للبطوله في النظام الجديد. طبعا هنا زميلنا الصحفي بيتكلم دي بطوله بس اتحاد الكره ورابطه الانديه اكدت ان البطوله استمراريه بس شكلها جديد بوجود 4 انديه. بيتكلموا برضو ان فكره الاجهاد والاصابات تدريبان الاحمر، بيتكلم ان النادي الاهلي خاض 3 مباريات في نهائي كاس العالم في مده 12 يوم. بيتكلم من يوم 10 ليوم 22 بالظبط 12 يوم، بعد كده انتقل الى الامارات بالظبط بعدها 24 ساعه لعب النهائي نصف النهائي قدام سيراميكا. فهو بيتكلم ان النادي الاهلي النهارده ممكن نشوف تغييرات في التشكيل وفقا برضه لرؤيه الجهاز الفني. بيتكلم برضه على فكره اللي لسه حضرتك بتتكلم فيها، الكابتن علاء ميهوب جلس مع اللعيبه واتكلم في فكره ان النادي الاهلي بيلعب دايما على البطولات، واللي قلت عندكم فرصه لكتاب التاريخ بتحقيق لقب جديد قدام النادي الاهلي. هو كابتن علاء ميهوب قال كده؟ هو يعني زميلنا الصحفي كاتب لك. من صحيفه الاهرام للاخبار بيتكلم على خبرات الاهلي وطموحات فيوتشر. طبعا اللي بيتكلم على طموحات فرقه فيوتشر في ثاني موسم ليها، اللي هو بيتكلم اللي النادي تأسس سنه 2021 بعد تغيير مسماه. احنا بنتكلم على نادي فيوتشر تحديدا، تأسس سنه 2021 في ثاني موسم ليه في الكره المصريه، حقق لقب رابطه الانديه، ويسعى النهارده في وجود الخبرات الموجوده في صفوفه ان هو يلعب على اللقب الثاني. بينما الصحيفه ركزت ان خبرات النادي الاهلي ولاعيبته المتواجده والروح المعنويه اللي بيدخل بيها بعد تتويجه ببرونزيه كاس العالم دي من الحاجات الكويسه اللي هتظهر النهارده، ونتمنى ان شاء الله التوفيق للنادي الاهلي. وقالت برضه ان الفرقتين الكفتين متساويتين، فرقه النادي الاهلي كافه النادي الاهلي وكافه فيوتشر، طموحات الفرقتين عندهم الرغبه في التتويج باللقب. برضه من الحاجات الثانيه بيتكلموا ان المدرب البرتغالي لفيوتشر فورمسونيو بيتكلم ان الفرقه قدامها فرصه تاريخيه، تنسى نتيجه مباراه بيراميدز، عندهم مباراه لا تعترف بالتاريخ او الفوارق زي ما هو قال لهم كده، عندكم فرصه لكتابه تاريخ جديد، بنلعب قدام النادي الاهلي اللي عنده عناصر مميزه، وحذر من التهاون او التكاسل قدام النادي الاهلي، وقال ان هو هيلعب بطريقه متوازنه بين الدفاع والهجوم قدام خبرات النادي الاهلي. الجمهوريه بتتساءل السوبر لمين النهارده؟ بتقول النادي الاهلي عنده الجمهور بتاعته، وفيوتشر يسعى لصناعه التاريخ. طبعا زي ما حضرتك شفنا الماتش اللي فات في نهائي كاس السوبر، الماتش الاولاني اللي كان بين مودرن فيوتشر وبيراميدز ما كانش فيه جمهور خالص في المدرجات، على عكس مباراه النادي الاهلي وسيراميكا شفنا عدد كبير من الجماهير، ونتمنى كمان النهارده زياده العدد، لانك انت النهارده بتلعب على لقب بطوله، واللاعب رقم واحد في النادي الاهلي يكون متواجد ويدعم ان شاء الله الفريق لصناعه التاريخ. من الجمهوريه للمصري اليوم بتكلم الاهلي بروح المونديال، يستعيد لروح المونديال بعد تتويجه بروح بالميداليه البرونزيه والمركز الثالث. كولر يتمنى نهايه سعيده للسنه دي، النهارده اخر مباراه للنادي الاهلي في السنه الميلاديه، بعد كده هنخش في فتره توقف طويله بسبب مشاركه منتخب مصر اللي يتمنى التوفيق ان شاء الله في كاس الامم الافريقيه. برضه بيتكلموا على فكره النادي الاهلي تاهل على حساب سيراميكا بعد مباراه قويه جدا، وكان الاخطر فيها وكان الاقوى فيها وكان الند الواضح واللي هو عنده طموحات وعنده رغبه في الانتصار، على عكس فريق سيراميكا. بيتكلم كمان ان المدرب فيوتشر عنده خبرات متمثله في بعض العناصر القويه زي محمود جلش، زي باسم علي، زي مروان محسن، وبعض اللعيبه دي هي لعبت كاس السوبر وتحديدا في الامارات سواء مع الاهلي او الزمالك. من المصري اليوم الى الشروق بيتكلموا النادي الاهلي برضه بيبحث عن اللقب ال 14، وبتتجه الى قصه ان مودرن فيوتشر يسعى لتكرار انجاز الحضور طلع الجيش. كان النادي الاهلي من 3 ألقاب اللي خسرهم قدام فرق، كان اول مشاركه ليها في كاس السوبر قدام حرس الحدود في 2010، قدام طلع الجيش في النسخه قبل الماضيه. بيتكلم برضو على الارقام او تاريخ المواجهات بين الفرق او تاريخ النادي الاهلي في كاس السوبر والجوائز الماليه وسجل الابطال. من الشروق لليوم السابع بيتكلم على فكره ان كولر يطالب لاعبيه بحصد اول بطوله هذا الموسم بعد الاخفاق وعدم التوفيق في بطوله كاس السوبر الافريقي ثم الدوري الافريقي. النادي الاهلي النهارده ان شاء الله يلعب على اول بطوله دي ان شاء الله، وتحقيق رقم قياسي جديد يضاف الى سجلات النادي الاهلي، وقال ان البطوله دي هي سوف تزيد من رصيد الاهلي في البطولات في دولاب الانديه، في دولاب النادي، في دولاب البطولات في النادي الاهلي تحديدا في الجزيره. صحيح. برضه بيتكلم من الوطن، بيتكلموا في جزئيه 5 تغييرات في تشكيله النادي الاهلي، ومودرن بيلعب بالخبره. بيتكلم الخبر بيقول ان النهارده مارسيل كولر قد يوجد تغييرات اضطراريه في تشكيله النادي الاهلي. شفنا طبعا اصابه محمد الشناوي وياسر ابراهيم، الزميل الصحفي بيتكلم ان ممكن النهارده ما نشوفهمش هما الاثنين، يضطر ان هو يدفع بمصطفى شوبير، وعوده رامي ربيعة اللي شفناها في اخر الماتش اللي فات بيلعب كبديل. ممكن كمان نشوف النهارده 3 تغييرات بعوده حسين الشحات، محمود كهربا، ومروان عطيه. زي ما قلت لحضرتك برضه الفريق نادي مودرن بيلعب بالخبرات المتواجده عنده زي احمد عاطف، مروان محسن، باسم علي، محمود جلش، عبد الكبير الوادي، في بعض العناصر المميزه داخل الفريق. كمان التركيز على فكره ان المدرب حذر من العناصر او سرعات العناصر الموجوده في النادي الاهلي زي حسين الشحات، زي امام عاشور، زي بيرستاو، زي كهربا في خط الهجوم. نتمنى ان شاء الله كابتن توفيق للنادي الاهلي ويحصد اللقب ال 14 في تاريخه ويجدد انتصاراته، وتبقى نهايه سعيده لعام 2023. ان شاء الله. ده كل الموجود عندنا النهارده يا كابتن، سواء في الصحافه الاماراتيه او الصحافه المصريه. ان شاء الله باذن الله. ماشي يا ديك، احنا هنخش على، بس قبل انت ما تمشي هنقول تشكيل النادي الاهلي. ماشي. مصطفى شوبير لحراسه المرمى ورباعي خط الظهر، محمد هاني وظهير ايمن وعلي معلول ظهير ايسر، محمد عبد المنعم ورامي ربيعه قلبي دفاع. ثلاثي وسط الملعب مروان عطيه، احمد نبيل كوكا وامام عاشور، وده تشكيل متوقع. وثلاثي المقدمه حسين الشحات وكهربا وبيرستاو. انا قصدي ده التشكيل المتوقع قبل المباراه، يعني هو ده التشكيل بتاع المباراه، ولكن احنا كلنا توقعنا التشكيل ده. تشكيل مره ثانيه مصطفى شوبير لحراسه المرمى، طبعا اصابه الشناوي ربنا يرجعه بالسلامه، والظاهرين محمد هاني وعلي معلول ظهير ايمن وظهير ايسر، قلبي الدفاع محمد عبد المنعم ورامي ربيعه، ثلاثي خط الوسط مروان عطيه احمد نبيل كوكا امام عاشور، وثلاثي المقدمه حسين الشحات بيرستاو ومحمود كهربا. شكرا ديك، وباذن الله ان شاء الله لينا لقاء والنادي الاهلي كسبان باذن الله بعد المباراه. قبل ما نمشي بس دعوه للتفاؤل كل مره ونقولها ان شاء الله، ربنا يكرم النادي الاهلي النهارده. النادي الاهلي ما بيخسرش قدام اي فريق بيدربه مدرب برتغالي. حصلت قدام بيراميدز وحصلت قدام الزمالك قبل كده مع فينجادا ومع فييرا، واخر انتصار ليله كان قدام جيف باتشيكو المدرب البرتغالي. فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله النهارده، وان شاء الله تحصل النهارده باذن الله مع ان شاء الله ليله مع مستر ريكاردو في المينستري ان شاء الله باذن الله ربنا ان شاء الله. شكرا ليك، الف شكرا لحضرتك.